لا ما سووا، الوعد مالهم كله كذب بكذب، ماكو اي غذائيه واي طلبات اللي سووه كلها ماكو. هاي الطلبات اللي تحكي بها الحكومه كلها فاشله، يعني ماكو ما يسوون طلب اي للمواطنين ماكو. هاي ال 30 دعوها بالاذاعه هم كذب، ماكو واحد استلم. خلي يجي واحد يقول لي انا استلمت ال 30. هاي العمالة العاطلين من العمل راحوا كلها سجلت ودفعت كل واحد 5 وكل شيء ماكو، كل شيء ماكو. ال 30 هاي شنو اللي طاها؟ اولا ما تكفي، عنده اسره، عنده عدد 3، عنده 4، عنده 5، هاي ال 30 وين تكفي؟ وين تكفي؟ شو اشتري بيها؟ شو اشتري بيها؟ رمضان راح يجينا رمضان، هذا برمضان هاي وين تكفي ال 30؟ يعني يروح للسوق هاي ال 30 ما تكفي، يشتري حاجتين ويرجع ما تكفي. الاسعار جيد جدا، يعني ماكو يعني بس فلوس ماكو، شو الفايده؟ يعني انت من تقول 30 30 وين ال 30؟ بس الاسعار انا اقول لك الاسعار زينه، الاسعار نفسها، بس الفلوس ماكو. يعني العامل مين يجيب العامل؟ يعني هاي ال 30 من قال 30 غير يعطيها ال 30 بس ما تكفي ال 30، شنو مال يوم واحد؟ ما اليوم ما حد يروح يسوق بيها بعد، وباقي الايام ايش راح يسوي؟ ابو الاجار شو يسوي ابو الاجار؟ ال 30 انت مطيها للاجار، لو مطيها للمولده، لو مطيها للاكل ما تكفي. والله موجود كل شيء هو، بس اسعار غاليه اي، بس دا اشوف هسه انا اول يوم طلعت موجود، يعني دا اسوق قدرت اسوق الاشياء اللي اريدها. بس أدوية يقولون كنت بالصيدلية، أدوية الأمراض المزمنة حتكون مقننة، يعني إذا ما تنفتح الأمور ويطلع يشتغل وترجع الأمور طبيعية. أعتقد المواد غالية عليه، يعني إذا صاحب الدخل المحدود. والله يا أخي بالنسبة للأسعار هي نفسها، ماكو تغيير بيها، يعني بالعكس أنا إذا أشوفها كزيادة نوعا ما بالأسعار. يعني هو دائما ابو يعني الكاسب اللي قوته يوم بيومه اكيد ما يقدر يتحضر رمضان بشكل ما اكو هاي ناس تتحضر له اكيد، يعني يعني هو دخله محدود، يعني قوته يوم بيوم. اخي بالنسبه للخطط اللي توضعها الحكومه، يعني بامكانها هي قادره انه تحل مشاكل البلد كله بدون ما توصل الى رواتب الموظفين او رواتب المتقاعدين، يعني بامكانها انه توجد حلول، يعني هي الحلول كلها بديها، وهي بامكانها النفط موجود، وان كان سعر النفط هسه قل، بس احنا بلد منتج للنفط، احنا ما عايشين يعني على الاعانات اللي تجينا من الدول. بس هي الحكومه اكيد ما طول بها احزاب وبيها محاصصات وبيها، هذا الوضع يستمر بالعراق. والله هو السوق متروس ما شاء الله خير من الله، بس الاسعار تبقى اسعار شوي غاليه، بتش ان شاء الله تنزل من رمضان يقدر يعني يقيت نفسه، يعني بس مال يشتري اشياء يعني اللحوم او هاي صعبه. والله هي ازمه يعني العالم كله يعاني منها، وان شاء الله الحكومه تمد ايدها للفقراء والمحتاجين والدخل المحدود، وان شاء الله يصير خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة شهر رمضان الفضيل أقدم أجمل التبريكات والتهاني، وإن شاء الله شهر فضيل على العراقيين جميعا وعلى الأمة الإسلامية كلها، إن شاء الله يبعد عنا الوباء وعن الأمة الإسلامية وعن جميع العالم. إن شاء الله الحكومة يعني لا بس يعني شوية يريدها تساعد الناس بالحصة التموينية تضخ، والأسواق الحمد لله والشكر موفرة كل شيء للمواطن. المواطن اللي ما عنده راتب يعني هسه حالته تعبانة، فنرجو من الحكومة تساعد الناس. وهسه يعني الناس ده الفقير ده يتسوق ب 250، يعني ما شنو ال 30,000 وخمس نفرات ده يحسبونها، فما تكفي يعني. هاي احنا نرجو ان يزيدون يعني، خلي ينظرون للناس المواطنين، ترى الناس كاهلها تعبان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير ما نبتدي به بسم الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الحكومة في هذه المرحلة تمر بأزمة اقتصادية، وأزمة كورونا تعاني منها عناء شديد، فاعتمد المواطن على التبضع على رصيده الخاص، ونحن في أسواق الغيث نحمد الله ونشكره لم نرفع الأسعار وبقينا عاملين كما في الأسعار السابقة، ولنا مواقف بتعزيز السلات الغذائية للمحتاجين في منطقة العامرية الفلوجة وفي جرف الصخر وفي مناطق متفرقة من بغداد. كذلك تعاهدنا نحن أصحاب أحلات الغيث أن ندعم الأسعار بالشكل اللي يقدر الفقير وصاحب الدخل المحدود أن يتبضع من المحل، ولكن نتمنى ونطلب من الحكومات من الرئاسات الثلاث أن تتجه إلى المواطن بدعمه بمبلغ في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان المبارك. أي فعل ماكو من قبل الحكومة بهذا الصدد؟ يعني الحصة التموينية تعرفون انتوا احنا مقبلين على شهر رمضان المبارك، يعني حصة تموينية بائسة يعني بالنسبة للمواطن. أربع مواد يعني اكو شغلات ضرورية يحتاجها المواطن بشهر رمضان الكريم، هي مستلزمات البيت وغيرها وغيرها. الحكومة ملتزمت، هاي التجار خلف الله عليهم يعني مثل ما تشوف دني السوق يعني محافظين على الأسعار كشي، محافظين على الأسعار يعني الحمد لله وشكر. هاي القعدة والبطالة يعني بطالة مقيتة أصبحت المواطن يعني ودائما احنا نقولها الله يساعد الفقير، والله لو مناطية أحسن، لأن هاي حصير شلون نقول مثل شلون صايت ابو خضير كل ما وطيناكم يقولون عليها، هذا مثل ما نقول تخاذل، هذا تخاذل مو انجاز. هذا يعني شو دا اقول لك، قيمه ال 30,000 دينار، قيمه 30,000 مسواق يوم واحد بهالظرف هذا، يعني المواطن مو بس اكل، ترى يعني مو بس اكل، المواطن وراء طبيب، وراء تعليم، وراء مولده، وراء صحه، وراء هاي كلها فلوس. يعني مو شغله ضروريه بانه تعطي 30,000 تقول له بس اكل، يعني عنده مستلزمات اخرى، يعني مراجعه طبيب، عنده مولده، عند طفل يريد يشتري له حاجه، يريد يشتري له كسوه، يريد يشتري له هاي وحده، والتباشر عقبه مقبل على عيد ومقبل على تغيير موسم يعني صيف، يعني كسوه ما يراد للطفل، ما يراد بالعائله. بعد ولا بس كامل مثل ترمينا.
ما يقدر، خصوصا ابو اليوميه ما يقدر يتسوق لانه دخله محدود والاسعار يعني الاسعار ما تتناسب ويا دخل المواطن العادي. ممكن يعني الموظف يمكن يدبرها يقتصد شويه هذه، بس الموظف خصوصا ويا الحظر والهذي ما اعتقد. اكو ناس هواي يعني حيل متاذيه جدا سيئة، العوائل المتعففة يعني جدا سيئة وضعهم، لأنه بدل الموظف هم من يقتصد لأنه يخاف، أو خصة اللي يشتغلوا بشركات أهلية يعني رواتبهم قللوها، اللي ما استلموا رواتب، اللي عايشين إيجارات، كل شيء تأذي. بصراحة هذه النقطة نقف بها عند البطاقة التموينية، هنا محل تجاري وليست محل مدعوم من قبل الدولة، فالبضاعة معظمها هنا بضاعة مستوردة، أما البضاعة التي مدعومة بالبطاقة التموينية فهي متأخرة ومتثاقلة من شهور طويلة جدا. هل الدولة لديها فكرة عن الفقراء؟ كم منهم وأين هم وما هو الفقير؟ وهو معايير الفقر عند الدولة، وما هو التعداد السكاني للسكان، وما هو مصير النازحين، في أي بقعة هم حاليا، وأين يقيمون؟ هذا الموضوع نقف عنده. أما بالنسبة للموضوع 30,000 دينار، أحب أوضح للأخوة اللي هم خارج العراق أنه هذا المبلغ ما يتجاوز بضع $20، فهل هذا يكفي في بلدانهم؟ والله صاحب الدخل المحدود فيه أنواع. الدخل المحدود إن توقف في هذه الفترة، فترة الحظر وفترة المنع وفترة الغلق، فهو أصبح فقير، يجب أن يعمل ويكسب ولكي يحصل هذا الدخل المحدود، ومن ثم يذهب إلى التسوق. الذي لديه فكرة ولديه علم بالمكان تواجد العوائل المتحففة، هذه فرصته ودوره أن يقف عند واجبه، وهذه كله أجر وثواب، وإن شاء الله رب العالمين يهدينا ويهدي الجميع نحو الوصول إلى هذه العوائل المتحففة. فلو دعم التكافل وأصبح تكافل لما أصبح فقير ولا أصبح متحفف. نعم يعني هسه العالم شوية محتاجة، وكانت الطرق مسدودة وبحاجة لهذا المسواق، والعوائل يعني
يعني كل شيء يعني مقلين المسواق، يعني كل شيء غالي صاير بالاسواق، وما تقدر اكو بعض ناس ما تقدر تسوق. هاي ما بيها اكله يوم، ما بيها 30,000، شو تريد تسوي بيها 30,000؟ شو تريد تجيب؟ وعائله فقيره وقاعده وساكته، لا شغل لا عمل لا رواتب، ما تقدر. والله اللي شفناه احنا الحدث اي دور للحكومه ما موجود، يعني اللي ما عنده لا راتب ولا فد دخل ثابت شهري ما شفنا اي مساعده له. يعني الحمد لله وشكر انه العراقيين هم بعض بيناتهم اكو مساعده واكو فد الفه ومحبه بيناتهم، الحمد لله وشكر اللي قدرنا نعبر هاي الازمه، ولا بجهود العراقيين مو جهود الحكومه. لانه قبل هاي قبل ما يجي شهر رمضان مبارك علينا ان شاء الله عليكم، ما قدرنا مثل ما يقول حتى اللي كان عنده فد مبلغ ضامة أو شيء قدر يصرفه، وهسه حاليا هو صفر اليدين بعد هاي الأزمة اللي طلعنا من أدها، وشهر رمضان على أبوابه، مجرد بس حكي مال الفيسبوك ومال التلفزيون، ولا ما شفنا تقدير أعصاب بالضبط. إذا هم تكفيهم اللي يوزعوها فأتوقع تكفي العراقيين، إذا هو اللي يوزعها تكفي 30,000 كفرد بالشهر فتوقعت العراقي يعيش بيها، لان العراقي ابسط يمكن انسان بهاي الدول اللي موجوده. فنقدر نقول يعني نسال الله العافيه لا اكثر ولا اقل. ابدا ابدا، الحكومه في واد والشعب في واد، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. بس الله اكبر، المواطن اللي هو على قد حاله معايش، هذا اللي ما عنده راتب بنين، الامور تعبت كلش يا حكومتنا يا شعب، ترى ضاعت الامور كلها، ضاقت علينا الدنيا. ليش يعني انا هسه باوع على الدول الاخرى كلها في بخير واحنا لا؟ احنا هنا لا، بالعكس ياخذون من المواطنين طول الحكومه. المن انت تموت وانا اموت، بس انت راح تروح الى حاسبك ربك واحنا نروح على قد حالنا. ليش بلد الخير العراق اخي عيب هذه الشغله، ماكو هذا كلها افلام ما عليها بس كلام، كل شيء ماكو لا منحه ولا كل شيء. انا احكي لك عن نفسي، ماكو ما شفت واحد قال انطوني، لا اكو ناس عندهم رواتب بده يستلمون المنحه. ليش هسه احنا اللي طلعوا كلهم بده يستلمون مناح وده يستلمون شغلات؟ بس تعال من تحكي الدوله ضايعه. شلون وزارة التجارة تاخذ دورها؟ لان العالم هسه حاليا يا حال يحس شنو وزير التجارة نايم ما يدري ايش لازم يصير بالبلد؟ خليه شوية يفتح ينزل الجام. اليوم برايك انت كمواطن عراقي، الحكومة العراقية انطت منحة 30,000 دينار، برايك انت هاي 30,000 هل كافية للعائلة العراقية؟ ما تكفي عمي، ما تكفي. شلون حلوها؟ يعني باليوم العراقي يصير له دينار؟ بس هاي العائلة قدامها كم دينار خلصها؟ حلو حكي هذا عمي، شلون دي يخططون؟ وين الخزين مالنا العام؟ وين الخزين الاستراتيجي مالنا؟ الحمد لله وشكرا، الله كريم. هاي واحد
يعني بالتأكيد الحكومة ما اتخذت أي إجراءات اقتصادية صحيحة، يعني بخصوص اتخذت إجراءات يعني حجر، وهذا قد تكون طبعا إجراءات مناسبة وملائمة، لكن على الجانب الاقتصادي يعني فشل واضح للعيان، انه الدولة لم تتخذ اي اجراء، حتى يعني لم تبالي بالمواطن البسيط اللي يكسب قوته اليومي. هاي الفترة اللي يعني قاعد بيها بالبيت المواطن البسيط، اعتقد يعني هو بهاي الفتره ما كان عنده القوت مال يومه، يعني اعتقد جازما لا يمكن للمواطن انه يامن قوت يومه، يعني المفروض الدوله كان يعني عندها في الدعم للمواطن. هاي المنحه يعني اشبه بمنحه سيد عادل عبد المهدي اللي تفضل بها من اجى رمضان ووزع العدس على الناس، يعني 30,000 دينار للعائله، هو كيلو اللحم ب 15,000 دينار. يا ابو العائله شو اسوي؟ خاصه اذا عائله كبيره، والعراقيين اغلبهم عوائل كبيره، يعني لا تفي بالغرض. لا ما يقدر طبعا، انا راتبي انا متقاعد، راتبي قليل، دا اخذ على قد امكانيتي، لان تدري راتبي 500 ما يكفي، مولد ذهبي وعندك يعني مصرف البيت هذا، فما يلحق. لا ما يكفي، انا اقول لك ما يكفي، ولا الحكومه تساعد احد، ما فيها مجال يعني صراحه. لا ما تكفي خلاص، لان احنا اهل 500 نشوف بالشهر ما تكفينا، مو تعطي يعطوا 30,000 جزء باليوم ما تكفي، ما عشيلك يعني، لان شنو 30 شو تكفي؟ ما تكفي، لان هو عماله لو يشتغل شغلات ثانيه دخله محدود، وقاعد هالفتره يعطون 30,000 ما تكفي طبعا، فما تكفي صراحة. لا هي أساسا يعني الأسعار كانت كلها زينة، ولحالتها السباقية زينة، المواد هي دائما منضخة بالأسواق، يعني ما شفنا فرق هواية، ف يعني الحمد لله. لا طبعا بهاي الظروف ما يقدر يتسوق، لأن هو أساسا قاعد، شلون راح يتسوق؟ فإن شاء الله إذا الحكومة ساعدته ويعني نطت المبلغ اللازم له، فإن شاء الله يقدر يتسوقها. اصلا حتى هي ما تكفي الطفل يطلع بالشارع، يعني المفروض شويه يعتنون بها اكثر، ينطوهم فد مبلغ على الاقل 150 لكل عائله، كل فرد ما عنده شغل. ماكو شيء، الحكومه كل شيء ما تعطي ابويا، حتى الحصه التموينيه مالتنا انا قاطعيها مني صار 3 سنين، كل مره راتبه 1,500,000 قصر راتبه، ما تقول لي الايجار العده طلاب 1,500,000 شو اسوي له؟ السائق يحصل احسن مني،
أنا موظف خدمتي 43 سنة وشهادات عليا والتقاعد مالي قصر ما يعطوني حصة تموينية، والسائق اللي يشتغل هو وأهله يحصل أكثر مني. والله يا أبا مسواق ما اليوم ما يكفي، مسواق ما اليوم إذا يطلع يسوق ويريد شوية يشبع نفسه يأكل أكل بخير ما يكفي. هسه أنا سوقت بس المخضر 23,000 دينار واحنا 4 نفرات، زين اللي عائلة بها 10-15 واحد 30,000 ما تقول لي ايش يسوي؟ لا ما وفت بأي شيء، يعني الفقير يعني شو تكفي 30,000 دينار بالشهر؟ يعني أي واحد هسه يعني أي أقل حاجة، هسه أقل حاجة دا اشتري هو هنا أرخص الأسعار ب10,000 دينار، أقل حاجة يعود أرخص الأسعار، فكيف الفقير شو تكفي؟ اللي عنده 4 أطفال اللي 5 شو تكفي يعني؟ هسا أنا موظف يعني أداوم وزوجتي موظف وكل هاي ما مكفين، فكيف أبو الدخل المحدود؟ هي الشغلة يم أبو الدخل المحدود اللي دا يشتغل، أكو يعني أكو ناس يعني عايشة على القوت اليومي، زين إذا هو هذا القوت اليوم ما موجود وصار الحظر، أكو ناس لا شغلها بالليل هو للستة الحظر، يعني ما أعتقد يسوي شيء. يلا ولد عسل. هذا هو يا حبيبي.